ألا يا حادي الركب اليماني، ألا يا قاصد البيت الحرامي، ألا يا طائفا في كل ركن وحط رحاله أرض الكرام. تطوف بين مروة أو صفاها، وطف بالبيت سبعا بالتمام. نشد رحالنا في كل عام، وننزل في حمى البيت الحرام. فبين الركن والحجر ابتهال، وبين الباب والحجر التزام. وفي حرم النبي لنا سلام، على المختار من باب السلام. ليهنأ من يقوم على شؤون الحجيج، ويبذل جهدا باهتمام. فبارك رب من خدموا الحجيج، وأكرمهم أمانا في سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأعطر التحايا وأجملها، لوصلكم ألف شوق وشوق. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مباركا. هذا البرنامج الذي يعرض لحضراتكم في موسمه الثاني، مواكبا لكل الأحداث والمستجدات في الحرمين الشريفين، ومسلطا الضوء على كل ما يبذل فيهما من خدمات وتسهيلات تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبناء على توجيهات من حكومة هذه البلاد المباركة. فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. وأكرمهم أمانا في سلام. على سطور الإبداع تسير هذه الإدارة، وعلى نفع المسلمين بتلون أجناسهم وتعدد لغاتهم يكمن عملها. إدارة توصل الأحداث الدينية في الحرم المكي الشريف إلى كل فوج من أفواج المسلمين داخلا، كل بلغته التي يعرفها. وتسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلالها إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين المليئة بالاعتدال والوسطية. إدارة الترجمة نشاهدها في التقرير التالي. الحقيقة أنا جمعتكم اليوم بخصوص متابعة الأعمال وما يتعلق بإعداد مجلد يضم خطب المسجد الحرام لعام 1438، لأنكم مثل ما أنتم عارفين أنه بعد أيام سندخل العام الخامس. أبشرك أبو عبد الله، التنسيق جاري مع الأخوة في قسم اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله بنخلص من المجلد في أقرب وقت إن شاء الله. الله يقويكم يا رب. وكذلك اللغة الفرنسية تسير بشكل على نسق، وكل يقوم بعمله على شكل المطلوب والوجه التام إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، بس أنا ودي يعني نطمئن ونجلس مع المترجمين، ودي تعدوا لنا اجتماع مع زملائنا المترجمين. الآن في اجتماع. جاهزين؟ إن شاء الله بإذن الله. مشينا. الاجتماعات التأسيسية هي تلك التي تكون بمثابة البدء في العمل ووضع النقاط على الحروف ورسم الرؤية الواضحة للعمل في إدارة الترجمة. تلكم الإدارة التي تعنى بالكثير من الجوانب التي تخدم القاصدين للحرم المكي الشريف. نحن نتكلم عن إعداد جمع وإعداد الخطب السابقة بطريقة وتسليمها بطريقة نهائية جاهزة للنشر. الخطب التي ألقيت بالمسجد الحرام خلال عام 1438. نتكلم في نقطة الدكتور حشر الذي قال يريد أن يضيف إطلالة. ما المقصود بإطلالة؟
إطلالة على هذا المحتويات المجلد. نعم. يعني لما يفتح القارئ كتابا لا يفاجأ بهذه الخطب، قبل هذه الخطب، قبل أن يقرأ ويطلع على هذه الخطب، يكون هناك مقدمة تمهيدية. نعم. مقدمة يعني في صفحة، نصف صفحة. طيب كم عدد الصفحات الموجودة باللغة الفرنسية يا أخوان؟ في أكثر من 600 صفحة يعني. أردت كذلك إن سمحتم أن أعلق عن المقدمات. يعني مقدمة الشيخ هي تختلف عن المقدمة التوضيحية الذي بإمكانه أن يضع على المترجم. الومضة التي اختيرت مثلا ومضة الشيخ في الأسبوع الماضي تبرز أو يضع لها هايلايت ويوضح للقارئ أثناء النص أن هذه نشرت واختيرت واقتبست ونشرت عبر التواصل الاجتماعي من كذا جهة حكومية أو كذا كذا. إدارة الترجمة تقوم بترجمة الخطب بأنواعها داخل الحرم المكي الشريف، كما أنها هي المسؤولة عن كل ما يطرح من أبناء المسلمين باختلاف كلامهم وألسنتهم من خلال المترجمين الذين يترجمون الخطب ويستقبلون الاستفسارات بعدة لغات مختلفة. آلية العمل الذي نتبعه بإدارة الترجمة هو استلام النص المراد ترجمته وإسناده إلى الأقسام الفنية ومتابعة العمل بين الأقسام الفنية بعد إتمام المراجعة وإتمام يسند العمل إلى قسم التصميم لتصميمه، ثم يسلم مرة أخرى إلى الجهة الإدارية الطالبة. نحن في إدارة الترجمة الشؤون الإدارية تتولى توزيع الأعمال بين الأقسام الفنية، وأيضا الشؤون الإدارية تتولى تسلم الأعمال بعد إنجازها من قسم التصميم والعناية بالمخرجات. لعلم كل مترجم بما يقوم به، فإنه يعمل بكل بذل وإخلاص لإيصال الرسائل السامية التي تكون داخل الحرم المكي الشريف من خلال الخطب والدروس التي يقوم على ترجمتها. فالمترجمون هم أكثر الناس علما بحاجة المقبلين على الحرم لهذه الرسائل والمواعظ التي تجعل عباداتهم بإذن الله عبادات منتظمة. إدارة الترجمة تتولى العديد من المهام، أبرزها تقديم خدمات الترجمة الفورية والمتزامنة مع خطب المسجد الحرام المتعلقة بالخطب الجمعة، وأيضا خطب الاستسقاء وموعظة صلاة الكسوف، وأيضا خطب العيدين. حاليا إدارة الترجمة تقوم بتجهيز المادة بخمس لغات عالمية، هي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الأردية واللغة الإندونيسية وأيضا اللغة الفارسية. إدارة الترجمة أيضا مسؤولة عن تقديم خدمات الإرشاد المكاني والإجابة على الاستفسارات التي ترد من رواد المسجد الحرام بلغات متعددة. إدارة الترجمة أيضا تقوم بإخراج المؤلفات والإصدارات التي تتناول أحكام المناسك وأحكام العبادات التي تتم في المسجد الحرام بلغات أيضا متعددة وتوزيعها على رواد المسجد الحرام. من خلال هذه الإدارة المباركة تبرز رسالة الحرمين الشريفين التي تجسد اللحمة الإسلامية وتنقل الصورة الصحيحة للإسلام الوسطي المعتدل. وأكرمهم أمانا في سلام. يا سامع النداء أقبل، تعال إلى بيت الله، فمشيك بعد سماعك له بكل خطوة يكتب لك حسنة وتحط عنك خطيئة. إلى المسجد الحرام تسير قلوبهم قبل أبدانهم قاصدة ذلك البيت الحرام وتلك البقعة المباركة. مسيرهم المبارك تراه علنا بعد كل نداء، وحين وصولهم تصطف أقدامهم في مشهد منتظم لا يليق إلا ببيوت الله. الشيخ المؤذن أحمد خوجة مؤذن الحرم المكي الشريف في الفقرة التالية، فلنتابع. Oh.
الأذان هو شعار الإسلام وأعظم شعائره، فهو يضم أعظم العبارات والجمل التي تصف هذا الدين. إن واجهة كل بلد مسلم هو الأذان، فإذا ما سمعنا الأذان في بلد ما علمنا أن هذا البلد وهذه الأرض هي أرض مسلمين وأرض إسلام. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان بأنه الدعوة التامة، حيث حاوت تعظيم الله سبحانه وتعالى، فابتداء الأذان بالله أكبر، كما حاوى الأذان أعظم أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الركن الأول، الشهادتان، ثم يأتي بعد ذلك الركن الثاني في الدعوة إلى الصلاة في قول المؤذن حي على الصلاة، وبقية الأركان وبقية أمور الدين تندرج حول دعوة المؤذن أو تحت هذه الدعوة حي على الفلاح. هذه الدعوة التامة، وهي دعوة في الحقيقة، لأنها مغفرة للمؤذن امتداد صوته. فالمؤذن عندما يرفع الأذان إنما يلتمس بهذا النداء رحمة الله سبحانه وتعالى. ولما كان الإسلام دين نظام ودين اجتماع للناس شرع هذا الأذان. في سير الصالحين والتابعين وقفات جميلة، وفي قصصهم من المآثر والمواعظ ما يجعلك ترى الحياة بلونها الحقيقي، وفي كتب الإسلام وعلمائه مئات القصص والروايات عن سيرهم النبيلة، وفي كنوز الحرمين يتطرق مدير مكتبة الحرم المكي الشريف من بين حديثه عن كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير، ويغوص في بعض الجمل الفريدة التي أتت في هذا الكتاب. في الفقرة التالية مزيد من التفاصيل. ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلقينا العلوم من الثقات، فطاولنا النجوم الزاهرات، ومن هدي الكتاب لكم روينا، فكان العلم منهج الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، نرحب بكم بداية. والكتاب الذي معنا هو كتاب يعد عمدة في التاريخ ومرجعا في الأحداث الإسلامية، وهو كتاب البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل ابن عمر البصري، الإمام المعروف وصاحب تفسير ابن كثير أو تفسير القرآن العظيم. وهذا الكتاب وإن كان كتب في التاريخ وفي الأحداث إلا أنه مكنوز ومليء بالعديد من المعارف، فهو يحتوي على التفسير وعلى تراجم الرجال وكذلك الأخبار، وأيضا يشير أحيانا إلى بعض الأحاديث وإلى نكارة في المتن أو غير ذلك من الفوائد القيمة التي يحتويها هذا الكتاب العظيم. الكتاب طبع في عام 1948 في مصر، وكانت هي الطبعة الأولى، وبعد ذلك تتابعت الطبعات، ومنها الطبعة التي كانت في بيروت، ولكن للأسف كانت كثير منها مليئة بالأغلاط كحال كثير من الكتب، ولكن من أفضل الطبعات التي توجد اليوم وهي مخدومة كثيرا طبعة الدكتور عبد الله التركي، حيث اعتنى بها كثيرا، وهي من أجود الطبعات التي حققت النص وعنيت به، بينما الطبعات القديمة فيها أدخل فيها الذين حققوا الكتاب أدخلوا في الكتاب ما ليس منه، وأحيانا كانوا يحذفون أو ربما نقول لم يقفوا على بعض الصفحات التي أضافها
الدكتور عبد الله التركي والفريق الذي معه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تلقينا العلوم من الثقات، فطاولنا النجوم الزاهرات، ومن هدي الكتاب لكم روينا، فكان العلم منهج الحياة. الناظر للكعبة المشرفة يرى بناء لا يضاهيه بناء، ومحط عينه يأخذه إلى سكينة لا تعلوها سكينة، بناء مهيب وقبلة عالية إليها قوافل الإسلام تذهب، ولأجلها تشد الرحال المحبة والملهوفة. عند أركان الكعبة تراهم متعلقون بأستارها محبة لها وشوقا إليها، وفي الملتزم آلاف الأنات والعبرات ربما يقف عنده المسلمون ولا يعرفون أنه الملتزم، ذلك المعلم الذي عنده يناجى رب البرايا ويخشع القلب المنكسر. في الفقرة التالية المزيد عن الملتزم، نتابع. تحية مباركة طيبة بالرحاب الحرم مع معلم جديد من معالم الحرمين. معلم هذه الحلقة قطعة من الكعبة وجزء منها، وتحديدا جدارها الشرقي الذي يقع فيه باب الكعبة، إنه الملتزم. والملتزم هو القطعة من الجدار الشرقي الواقعة بين الحجر الأسود في الركن وبين باب الكعبة، ومنهم من يقول بل هو جدار الكعبة الشرقي بامتداد طوله. سمي الملتزم بهذا الاسم وهو اشتقاق من اسم المكان التزم، فالمكان ملتزم. والمقصود بالالتزام أن يأتي العبد إلى هذا الموضع فيلصق صدره بهذا القطعة من جدار الكعبة، واضعا ذراعيه ووجهه وكفيه يلصقها، يظهر فقره وضراعته وحاجته إلى ربه. ما شأن هذا الملتزم؟ روى بعض أهل السنن أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وخرج منها هو وبعض أصحابه استلموا الكعبة من الحجر إلى الحطيم، لكن إسناده لا يصح، والأصح في الملتزم فعله عن الصحب الكرام رضي الله عنهم، وهو ثابت أكثر من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص الفقهاء على صحة ومشروعية إتيان الملتزم والتزامه، يعني الدعاء عنده بإلصاق الصدر واليدين والذراعين والوجه، والدعاء بحاجة الإنسان من أمر الدنيا أو أمر الآخرة. وإن أتى فطاف طواف الوداع في حج، أو ودع بعد عمرته فأتى الملتزم كان حسنا، ولو دعا في أي وقت في الملتزم والتزم هذا الموضع أيضا فهو فعل مشروع. وإن دعا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو أيضا سائغ، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولفظه أن يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بفضلك بيتك، وأعنتني على أداء نسكي. اللهم فإن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي غير مستبدل بك ولا ببيتك الحرام. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي، وأعني على فضلك وأعني على طاعتك وعبادتك ما حييت، وأسألك من خيري الدنيا والآخرة. يدعو بهذا أو بما شاء، إنها الكعبة المعظمة هي البركة والخير وبيت الله الحرام.
فمن أتى الملتزم وتأتى له ذلك فهي من المواضع والآيات في هذا البيت الحرام. ولا يزال في معالم الحرمين بقية للحديث عنها متسع، نأتي عليها تباعا بإذن المولى عز وجل. قدمنا لكم مشاهدينا الكرام العديد من الفقرات في هذه الحلقة، لا يسعنا في ختامها إلا أن نشكركم شكرا جزيلا على كرم المتابعة وحسن المشاهدة، ولنا في الحلقات القادمة لقاء جديد وأحداث جديدة. إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يا حادي الركب اليماني، ألا يا قاصد البيت الحرام، ألا يا طائفا في كل ركن وحط رحاله أرض الكرام، تطوف بين مروة أو صفاها وطف بالبيت سبعا بالتمام، نشد رحالنا في كل عام وننزل في حمى البيت الحرام، فبين الركن والحجر ابتهال وبين الباب والحجر التزام، وفي حرم النبي لنا سلام على المختار من باب السلام، ليهنأ من يقوم على شؤون الحجيج ويبذل جهدا باهتمام، فبارك رب من خدموا الحجيج وأكرمهم أمانا في سلام.